توفيت صباح اليوم الخميس الفنانة المصرية مها أبو عوف شقيقة الفنان المصري الراحل عزة أبو عوف عن عمر ناهز 65 عاما داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان حيث كانت تعاني منه على مدار الفترة الماضية، ثم أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسبب مؤخرا للعناية المركزة حتى فارقت الحياة اليوم. ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة المصرية الراحلة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا قبل قليل، ونشر الفنان إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك نعي النقابة للفنانة الراحلة، وكتب تنعي نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها أبو عوف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صلاة الجنازة ظهرا اليوم الخميس في مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مصر الجديدة على طريق شارع صلاح سالم، قبل تشييع جثمانها إلى مقابر العائلة وقبل دخولها العناية المركزة. مباشرة تركت وصيتها الأخيرة مع ابنها شريف وشقيقاتها، حيث قالت الفنانة الراحلة مها أبو عوف قبل رحيلها: أحمد الله على كل حال. وأكدت لهما إنها تريد أن تدفن بجوار شقيقها الفنان الراحل عزة أبو عوف في مقابر عائلتها، كما كان لها وصية واحدة لمحبيها وجمهورها، حيث طلبت منهما ألا ينسوها كما عاشت هي، مش نسياهم وبتحاول تقدم لهم أعمال ترضيهم وتنال إعجابهم. كما قدمت الشكر لكل من زارها في فترة مرضها واطمئن على صحتها. وكشف شريف نجل الفنانة المصرية الراحلة مها أبو عوف وصية والدته قبل دخولها غرفة العناية المركزة، وكشف شريف عن الجلسة الأخيرة التي قضاها مع والدته قبل دخولها غرفة العناية المركزة، وهي الجلسة التي أخبرته خلالها بقرب رحيلها. وقال شريف أن والدته كانت تبكي وتطلب منه الحفاظ على نفسه من مغريات الدنيا، فاحتبس شريف دموعه ثم خرج من الغرفة وانفجر في البكاء: متابع دائما ما كانت توصيني وتنصحني بالعمل. وذكر شريف أن والدته لم تندم على شيء في حياتها طول عمرها في حالها، وتقية جدا، يعني ما عملتش حاجة تخليها تقعد ندمانة. ووسط الفنانة مها أبو عوف بأن يتذكرها الجميع بالخير سواء من أصدقائها في الوسط الفني أو الجمهور، وطالبت أن يدعو لها الجميع وأن يسامحها الجميع. حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بمجرد إعلان خبر وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف منذ ساعات قليلة بعد معاناة مع مرض السرطان. وكشف مصدر مقرب تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، إذ كانت تعاني على مدار السنة الماضية بشكل كبير من تأثير المرض. وأكد المصدر إنها كانت تتردد على المستشفى وتتابع العلاج مع الأطباء المتخصصين، ولكنها كانت ترفض الابتعاد عن التمثيل حتى في أصعب التطورات الصحية التي مرت بها. وأضاف إنها واجهت صعوبة كبيرة في تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل الحرير المخملي الذي تم عرضه مؤخرا. ونعى الدكتور والفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر الفنانة الراحلة مها أبو عوف التي وفاتها المنية منذ قليل، وقال أشرف زكي أن الجنازة ستشيع من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ظهر اليوم الخميس قبل تشييع جثمانها إلى مقابر العائلة. ونعت الفنانة المصرية روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام الفنانة الراحلة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، ونشرت روجينا صورة تجمعها بالفنانة الراحلة ونجلها شريف وعلقت قائلة: وذلك
وداعا أختي وصديقتي العمر وأجدع وأطيب ست في الدنيا، خبر مفجع ربنا يصبر قلبك يا شريف. كنت الدنيا وما فيها لمها، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة. وعانت الفنانة الراحلة من مرض السرطان الذي صارعته خلال الفترة الأخيرة من عمرها لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة. ونعى عدد كبير من الفنانين الممثلة الراحلة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الفنان تامر حسني على فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الفنانة مها أبو عوف، نسألكم الدعاء والفاتحة. وأعرب الفنان مصطفى شعبان عن حزنه الشديد لرحيل مها أبو عوف، وكتب عبر فيسبوك: البقاء لله في الفنانة مها أبو عوف، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. أما الفنان حمادة هلال فكتب عبر فيسبوك أيضا: البقاء لله في الفنانة مها أبو عوف، ربنا يرحمها ويغفر لها. ونعت الفنانة المصرية سلوى عثمان عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان. وكتبت سلوى الزميلة العزيزة الخلوقة الطيبة مها أبو عوف في ذمة الله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكن فسيح جناته ويرزقها الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. ونشرت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بالفنانة الراحلة وعلقت قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون. الفنانة مها أبو عوف في ذمة الله، الدعاء لها بالرحمة وسلميلي على الغاليين. وكتب الفنان المصري هاني رمزي: الله يرحمك يا مها، هتوحشيني قوي، عزائي لأسرتك ولكل محبينك. ووجهت إسعاد يونس رسالة مؤثرة لمها أبو عوف قائلة: وداعا صديقتي وحبيبتي وعشرة السنين الجميلة، خبر صادم ومفجع، اللهم هون علينا ما تبقى من العمر، فقد أصبحت الأيام ثقيلة في ظل رحيل الأحباب. الفنانة مها أبو عوف ولدت مها أبو عوف في 28 نوفمبر عام 1959 في القاهرة، وهي شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال ومرفت فرقة الفور ام في نهاية السبعينيات، وكانت من انجح الفرق حين ذلك. وبعد توقفهم لفترة كبيرة كانوا قد بدأوا الاستعداد لعودة الفرقة مرة اخرى، وبالفعل بدأوا بروفات الاغاني، ولكن جاء مرض اخيها الفنان الراحل عزت ابو عوف ليقف حائلا لتحقيق حلم عودة الفرقة حتى رحل عن عالمنا. وقالت بعد وفاته: إنه من المستحيل أن تعود الفرقة بعد رحيله، فلا يوجد شيء يمكن فعله بعد عزة أبو عوف، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، وكانت قد درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان عزة أبو عوف بالنسبة لها بمثابة الأخ والصديق والأب، وكان موته فاجعة بالنسبة لها، وكانت ترفض فكرة موته وتشعر متناسية انه قد سافر ولا بد ان يعود في يوم من الايام. ولكن الحقيقة انه لم يعد عزة ابو عوف، ولكن لحقت هي به بعد صراع طويل مع مرض السرطان، رحلت في هدوء ولكنها تركت اثرا كبيرا في نفوس الكثيرين الذين حزنوا لسماع خبر وفاتها. وبالتوازي مع انطلاقها في عالم الغناء، قدمها المخرج حسن الإمام في دور صغير بفيلم لا تظلم النساء أمام حسين الإمام وهناء ثروت وتحية كاريوكي وسعيد صالح، وتوالت بعد ذلك أعمالها السينمائية، ومنها أنا لا أكذب ولكني أتجمل وممنوع للطلبة والخط الساخن وفي الصيف الحب جنون
واحلى الاوقات، ومعليش احنا بنتبهدل، وامير البحار، وغش الزوجية، ومن اشهر اعمالها التلفزيونية ساحرة الجنوب، وراجل وست ستات، وارض جو، وبالحجم العائلي، ونسر الصعيد، وليه لا، وكله بالحب، واتنين في الصندوق، وزي القمر، والدايرة. وكان اخر تواجد للفنانة مها ابو عوف من خلال مسلسل الحرير المخملي، والذي عرض خلال الاشهر القليلة الماضية من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى واحمد وفيق ومها ابو عوف وولاء الشريف وهالة فاخر وسامي مغوري وطارق صبري. وتزوجت الفنانة المصرية الراحلة مها ابو عوف من المطرب الراحل عمر خورشيد قبل وفاته باشهر قليلة عام 1981، ولم يستمر الزواج طويلا وانفصلان، ولكن عند وفاته اكتشفت حملها بالشهر الرابع الى ان اجهضت الجنين، وتزوجت مها ابو عوف بعد وفاة عمر خورشيد وانجبت ابنها الوحيد شريف. وبعد انفصالها من والد نجلها شريف ارتبطت بزوجها الحالي وهو عمر المنزلاوي. لم تكن مها ابو عوف فنانة عادية، بل كانت استثنائية، قدمت العديد من الادوار التي لا يشبه احدهما الاخر، فهي الام والزوجة والطيبة والشريرة، بل وقدمت ادوارا كوميدية ما زالت عالقة في اذهاننا بطريقتها الطريفة التي لا تنسى، وكانت في كل دور تبدع عن الذي قبله. فربما نشهتها في اسرة فنية حيث كان والدها الملحن الكبير احمد شفيق ابو عوف واخيها الفنان الراحل عزت ابو عوف سببا في ذلك، كما انها كبرت وترعرعت وسط كبار نجوم الفن، وكان لذلك تأثير كبير على موهبتها والتي اصبحت من خلالها من اهم فنانات مصر.